Tana, just come. I'm waiting for you. Annyeong. اوكي جايز، خلصت اتصال هلا مع رفيقتي اللي هي شفتها يمكن بكذا فيديو قبل، اسمها أميلي، هي من الصين وانا كتير مقربه منها، فرح تجي ورح نقضي شويه وقت سوا. هاي جايز، معكم لينا. سو اليوم بلشت نهاري، خلصت كل شيء لازم اعمله، وهلا عزمت رفيقتي اللي هي اجت هي وحبيبها، اكشلي هي وخطيبة مش هي وحبيبة، هيدي اميلي. اميلي من تشاينا، وعنا هون تشو. انهاو انيا هانغوك سارام، انهاسيو هانغوك سارام شويبنيدا. عم بيسلم عليكم وقال لكم هاي، انا اسمي تشو، انا من كوريا، لانه اول شيء مزح وقال انه انا من تشاينا. فانيوي عم اقضي وقت اليوم مع رفقاتي لانه كتير اشتقت لها. I miss her so much. هي كان عندها exams للماكسيموم وانا كان عندي كتير درس وكتير ضغط، نايتنا ما لحقنا ابدا نشوف بعض لمدة شي يمكن 3 اسابيع. فهلأ فاينل اشت عندي والدنيا بالليل، وبس خلص هي رجع عزمة رفقاتي الكوريين رح يجي كمان هونج جو، رح نعمل حفلة صغيرة. What should I say? You can say whatever you want. I don't know what to say. You failed. This is Cho and Coco behind him. Coco. اللي كانت معي بالجامعة، تعرفنا بعض بالجامعة 2 years ago. We met 2 years ago. ماذا؟ ماذا؟ In Sogang. In Sogang University. So guys. جايز بدي اخبركم القصة، كيف انا واميلي تعرفنا. انه القصة كتير حلوة. انا واميلي اول شيء I'm telling them how we met the story. Do you remember? اول شيء انا واميلي، انا كان عندي رفقاتي واميلي كان عندها يمكن رفيقة او رفيقتين، فانا كنت صحي مع هذيك البنات كتير، واميلي يعني كانت هي مع بالجروب معنا، بس انه دايما هي كتير تستحي، سوبر خجولة، ما بتحكي وما بتعمل شيء. فكل مرة انا انقول هالبنت انه عن جد انه عبالي اتعرف على شخصيتها، انه شوف ليش بتضلك سايلنت، انه امشي نظهر نحكي نمزح. فبالاخر اجت رفيقتها اللي الرفيقه المشتركه بيننا، ضلت تجيبها، يعني امي ضلت تجي معنا على كل الظهراتنا وهيك، وانا حبيتها لانها كثير بنت رواق يعني، والك وبتضل بحالها. That time I was new student in Sogang. I also want to make some friends. Yeah. So I just try, because the first time I met a Lebanese girl. Yeah. I come to Lena's house and Lena make me delicious Lebanese food. I remember. We ate food together. And we ate food together. I found a lot of Lebanese food are very similar to Chinese food. Right. And our culture are very similar. It's very similar. And I remember that day I was in the in our house and we talk until 3 a.m. midnight. Yeah. So since then we become friends. لا ترجم لكم شو حكيت أميلي. انه هي مره انا هي كانت اميلي بعدها جايه على كوريا كمان وما عندها كثير رفقه، وكانت حابه تعمل صداقات، واجت هي عندي قالت لي طب بدك اجي عندك، قلت لها اوكي تعي. كانت اول مره بتجي عندي. اجت عندي وعملت لها وقتها غدا وضيفتها، وكنت جايبه معي اكل من لبنان. لكو كوكو كاي عم يلعبوا. Did you see the job? So cute. وعملت لها اكل لبناني وضيفتها فويك وهيك، وشت انصدمتي لاول مره انه ما كانت عارفه انه قد ايه بلداني بعيده، بس الثقافه بتشبه بعض، نفس حسن الضيافه، وكيف نحن انه بنضل نصر على الواحد كول كول كول، لانه هناك بالصينيه عندهم. فمن وقتها صرنا صحبه، ورجعت اجت عندي مره ضلينا للساعه 3 الصبح سهرانين عم نحكي. فمن وقتها خلص. So I think other thing connect us together is we like each other's culture. I love Arabic and Lebanese culture a lot. Yeah. And Lena also love Chinese food. Maja, I love the culture, and I love because I love your atmosphere at home. It's very similar to ours, like how you love your sister and mom, and you love your pets and the relationship. And also, I think Lena always very honest to friends. She never had her real emotion or some private things. He never like I don't tell you because
you're just a friend. You are not my mom, not my boyfriend. Mm. He share everything, every small single things with me. Yeah. إنه لأنه بس خلاص بس حبيتها لأميلي وثقت فيها كتير ودائما بشاركها كل أسراري all my secrets ودائما دائما سوبر صريحة معها ولأنه أميلي أصغر مني بسنتين بس أكشي 3 سنين كمان فبحس أوقات بعملها مثل أختي الصغيرة يعني فدائما إنه بس تكون هي عندها شي مشكله بحكيها يمكن بعيط عليها اوقات يمكن بقول لها اعملي هيك بكون بلبنان مثلا بدي اقول لها توصيني على شي اكل جبله مع بهارات ثياب دائما بجبله وهي نفس الشيء لما راحت على الصين دقيت لها وجابت لي ادويه الادويه الصينيه الاعشاب not every time only you only back to Lebanon once yeah. but Lena was like Emily for you this is for you this is for oh wait oh yeah this is for you because you like Lebanese and Arab food like coco كيف عم تلعب مع أميلي نعسان Maybe Wednesday. Oh, Wednesday, Manairo. Oh, Wednesday after finish my class, I will just come to you. What time do you finish? 5. Oh, okay. 5 PM. 5 PM? Ah, Araso, let's talk. Also, we can meet at home day or. Maja. Okay. Bye. Bye. Annyo. Take care. Oh. Annyo. مثل العادة بس حدا من رفقاتي يجي خصوصا أميلي بنخلص كل أحاديثنا بالبيت وبيرجع بيطلع عنا شي ربع ساعة أحاديث على الباب فكنا عم نتفق إنه بدنا نلتقي هذا الأسبوع كمان من ذو صارت الدنيا بالليل بس رفقاتي بيخلصوا الشغل المؤخر وهنجو كمان كالعادة فلحتى يوصلوا بدهم بعد يمكن شي نص ساعة وحنحضر الأكل وحفرجيكم كل شي حناكله So guys عزمنا رفقاتنا نالي بتتذكروا بالفيديو القديم نالي يد معكم نالي هري يس هري هونجو هون عم بيساعدني حضر الأكل معكم هونجو يس عملنا إيه what happened هونجو حرق إيده فوقي تبصان كنتنا هونجو حرق إيده وين إيبونا يا علي Is it one piece or two piece? yeah. Girl. Shukran, Tekram. Seba, turup turup. Rez. Turup turup. Turup turup. Wow, wow. 이거 내가 직접. 솔직히야? 내가 직접 덮은 거야. 오 대박. 뭐 했다고? 오 대박. 똑같다고? 덮는 거 이렇게. 간수 빼는 거. 소 اليوم كيف عم نقضي واحد من ايام رمضان رفقاتي عندي وهم جوا كمان اكيد وعم نتعشى سوا. نعم 너무 심심했어. 온다고만 하면 뭐든지 다 주려고 마음 먹고 있어. 내일도 오자 우리. وبهيدي الأكلة اللي هي نستعمل فيها صلصة صينية بتكونوا شفتوها كتير على ماي انستغرام لأنه بضل أكلها دايما بس تخلصوا بيبقى زوم الصوص بنحط معه رامن نودلز الكورية يعني بتصير طعمتهم كتير طيبة حفرجيكم رفقاتي عم يستمتعوا فيها ماكسون هاري عم تحط حمرة فيكشن يور ليبستيك مطلع واو مارا라면 مارا라면 괜찮은데 향까지 탁 와우 진짜 맛있어
홍주가 프라운도 넣었어요. Guys, خلصنا أكلك وهيري شو جابت معه؟ Big sausage. Looks so nice. 이거 어떻게 쓴? 오, 마 소스, with crackers. 뭐야? 치킨 리버 파데? 뭐야 이거? 어떻게 쓴? 어떻게 하는 거지? Chicken liver. 아, 사우다. Everywhere. Yeah, Kai prepares the food. So guys, what a dessert. 갑자기 아니야 아니야 괜찮아 괜찮아 아니야 비켜줘 비켜줘 guys هذا كان كل شيء كيف قضيت يومي اليوم والحفلة الصغيرة اللي عملناها مع رفقاتنا وبنفس الوقت هونجو ممكن يروح بكرة لحتى يلف ايده بالطوارئ لأنه لما حرقها بالسخانة كانت حرقها حرزانة ف thank you guys كثير انه حضرته please ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وفولو مي اون سوشيال ميديا يوه